وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد. دكتور هشام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مقابلة المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، ما هي الدلالات لهذه الخطوة بعد إعلان النتيجة رسميا؟ هي خطوة هامة وكبيرة جدا. يمكن السيد الرئيس في خطابه بعد إعلان النتيجة وإعلان الفوز لسيادته توجه بالشكر في البيان الذي في خطاب السيد الرئيس النهارده. السيد الرئيس اراد ان يكون هذا الشكر ليس قولا فقط ولكن فعلا، وليرسل رسائل كثيره جدا للداخل وللخارج. الرسائل المهمه ان التحول الديمقراطي اللي بدأه السيد الرئيس بالحوار الوطني هو ليس اقوالا فقط ولكنه اقوالا وافعالا وتثمين لدور التعدديه الحزبية والتعددية والمشاركة والمنافسة من خلال الانتخابات الرئاسية. ده أول معنى. المعنى الثاني، أراد الرئيس أن الوطن يتسع للجميع. أراد الرئيس أن يرسل رسالته للجميع أنه حتى في ظل تنافس انتخابي إلا أنه لا يفسد للمنافسة وللوطن زي ما بيقول قضية، ونحن جميعا في مساحات مشتركة ما بين كافة الأطياف سواء كان المرشح المستقل السيد الرئيس ومرشحي الأحزاب اللي موجودة. أراد الرئيس أن يرسل رسالة أخرى وهامة أن صناديق الاقتراع هي الفيصل والطريق الوحيد لاختيار القيادة المصرية. أراد السيد الرئيس أن يؤكد أن هذه التعددية ساهمت وبشكل إيجابي في خروج هذا المشهد الذي نفتخر به جميعا أحزابا ومستقلين للعالم كله. أراد السيد الرئيس أن يقول في لقائه بأن الوطن يتسع لكافة الرؤى وأن حل القضية ليست قصرا على رؤية نظر واحدة ولكنه الطريق الوحيد والجوهري للتنمية كما أشار سيادته. نعم. دكتور هشام، أيضا السيد الرئيس تحدث بكل قوة على الشعب المصري وثمن الخطوات المشاركة للشعب المصري في الاصطفاف للإدلاء بالأصوات داخل صناديق الاقتراع بكل حرية. على فكرة السيد الرئيس وجه الشكر في خطابه للشعب المصري لأن الشعب المصري هو العنصر الحاسم والوحيد في اختيار قيادته، وده رسالة كبيرة جدا. ويمكن السيد الرئيس كمان خاص كل الأطياف وذكر يمكن كان هناك اهتمام بالمرأة المصرية اللي أشاد السيد الرئيس بدورها، اللي أعتقد أنها كانت زي ما بنقول عمود الخيمة والعنصر المحرك الذي يثبت في كل استفتاء وفي كل انتخاب أنه عنصر مؤثر ولا يمكن التراجع ولا القيد أنملة عن اهتمام الرئيس والمكاسب اللي اكتسبتها المرأة المصرية وهي تستحقها بالفعل سواء كان على المستوى التنفيذي أو التشريع أو النيابي. السيد الرئيس ثمن دور الشباب اللي خرجوا بكثافة وفي طوابير وتحملوا عناء ليوصلوا للعالم كله أنهم حريصين على الحفاظ على المكاسب اللي تمت نحو التمكين الاقتصادي والسياسي للشباب في الاستراتيجية الوطنية للشباب. أعتقد أنه أن رسائل عدة أرسلها الرئيس في خطابه أمس، وهذه رسائل لها معنى ومعنى كبير ويعتبر هي خطوط رئيسية للسياسة المقبلة وامتداد وربما النجاحات. الرسالة الأكبر هي المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد.